يمكن شفنا زي ما شفنا في الانفجار مجموعة من الآيات الحقيقة السيد المسيح ومعظمها من متى 6 بيعرفنا إيه هي العبادة الشكلية. بس قبل ما نتكلم عن كل آية خليني أعرف الأول، ويمكن سؤال بيتداول كتير قوي من ناس كتير قوي تقول هو إحنا ليه بنصوم؟ المشكلة إن إحنا برضو زي ما بناخد كده أفكار من المجتمع اللي حوالينا، فبقى عندنا شوية حاجات كده بنحاول خلاص هي دي بنكتفي بيها كده مسلمات، إن إحنا بنشارك الفقراء، إن إحنا بنغير الأكل ده، وفي ناس كمان دلوقتي بقت تاخدها رجيم وكنوع من أنواع الحاجة فيجيتيريان يعني. وممكن جدا نقول علشان بنهذب أخلاقنا والجسد ونحرم روحنا ونقمع جسدنا وثبات، كل ده مظبوط على فكرة مش غلط، لكن المعنى، طب تعالي نقول المعنى البسيط يعني إيه صوم. يعني أنا بثبت أو بعمل شيء بيقول أنا ممكن أعيش بدون أكل. طب السؤال بقى، هل الإنسان البشري الطبيعي بيولوجيا يعني بيولوجي يعني ينفع أن أنا أعيش بدون أكل؟ لا طبعا ده يحصل فين بس؟ في السماء. يحصل لما نكون أرواح. فمعنى البسيط للصوم يعني أنا بكون كأني مواطن سماوي، كأني بعيش السماء وأنا على الأرض. يعني فترة الصوم اللي احنا اللي هي الكتيرة دي الكنيسة بتاعتنا بتسلمنا السنة الكنسية، بتسلمنا من صوم لصوم ومن عيد لعيد، كل الفترة دي بتبقى كأنها عايزة تعيشنا السماء على الأرض ليأتي ملكوتك. طيب ايه بقى حتة الصوم الخطأ برضو او الخطأ في العبادة الشكلية لما بتتدخل مع الصوم؟ هحكي لك بس قصة صغيرة كده، دي يعني انا افتكرتها دلوقتي وانا جاي في السكة. كنت في قابلت يعني واحدة اجنبية اتجوزت حد مش مسيحي، فلاقيها فرحانة قوي في دخلة الصيام يعني اللي هيكون موجود. فبقول لها انت عارفة انك هتصومي الساعة 10 لان هناك الدنيا بتتأخر شوية في الفطار. فقالت لي انا فرحانة جدا. فبسألها ليه؟ طيب انا حابب اعرف. قالت لي ان لما انا كنت زمان في بيتها يعني وهي طفلة مع بيتها المسيحي اللي هم يعني عشان طبعا هم خففوا الاصوم، عشان كده برضو حاجة من الرائع ان احنا كنيستنا تفضل متمسكة باللي احنا خدناه كله بالظبط. فبتقولي انا فرحانه لاني حاسه اني اولا انا برضي الخالق وهو بيحميني، فحاسه بالحمايه وبالرضا. ثانيا انا حاسه بالانجاز. ففكره الانجاز دي على فكره دي بتدي تعزيه، عشان كده ممكن تلاقي ناس من اديان مختلفه هم متعزيين في الصيام ومتعزيين في الصلاه. التعزيه دي جايه منين؟ معنى ايه الانجاز؟ يعني حاسه ان هي عملت مجهود وصامت من 12 بالليل ل 10 بالليل مثلا او ل 5 المغرب صامته. فشعور الانجاز ده في حد ذاته بيشبع النفس، فبيعمل شيء كانه شبه التعزيه. فعشان كده احنا هل احنا ينفع ان احنا نكتفي بالفكره دي؟ طيب احنا ايه بقى الصوم في كنيستنا او في كمان تعالى نعمل فوكس اصلا على الصيام الكبير. اصل الناس تقول هو ربنا يعني حابب ان يشوف ولاده محرومين، هو ربنا عايز يعذبنا، طب احنا ليه بنصوم وفايده الصوم ايه؟ حقيقه وبالاخص يا دكتور دلوقتي في الشباب يعني تلاقي الاسئله دي بتتداول كتير مع بدايه كل صوم. صوم ده طويل قوي 55 يوم، فعايزين نعرف اهميه الصوم لحياتنا الروحيه. ده حقيقي. الكنيسه عملت حاجة حلوة جدا، قسمت السنة الكنسية بنبتديها بعيد النيروز اللي هو من عيد النيروز لحد بداية صوم الميلاد كل الكنيسة، ولا أنا جيت أتكلم عن الملكوت. صحيح. بعد كده نخش صيام الميلاد اللي هو أخلى في نفسه أخذا صورة العبد، ناخد في الميلاد نعمة التجسد، نطلع منه ناخد نعمة الظهور الإلهي، نطلع منه ناخد الختان، وبعد كده صيام يونان في السكة نعمل التوبة، وبعد كده ندخل على الصيام الكبير. إيه نعمة الصوم الكبير؟ هل حضرتك وكلنا واخدين بالنا إن الكتاب المقدس بيقول إن المسيح، أنا مش عارف ممكن بسرعة جدا أقول في إنجيل متى إن هو وللوقت أخرجه الروح إلى البرية، وكان هناك في البرية 40 يوما يجرب من الشيطان، وكان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه. الآية دي تسبق إيه على طول؟ إن المسيح كان طلع من نهر الأردن في ثانيتها في لحظتها مبلول كده بمية نهر الأردن ومملوء بالروح. فالكتاب يقول اقتاد الروح، يعني كأنه دفع للبرية. فتخيل إحنا بنشارك المسيح وهو كان ممتلئ من الروح وخارج من المعمودية وبنطلع معه على الجبل. في مزمور بيقول أما أنت يا رب سيدي اصنع معي من أجل اسمك، لأني مسكين وفقير أنا وقلبي مجروح في داخلي، ركبتاي ارتعشتا من الصوم. المزمور ده كان نبوة عن الرب يسوع. تخيلي هو فوق الجبل ركبتا ارتعشتا من الصوم وبيقول عن نفسه مسكين وفقير أنا. طيب الله
الابن اللي بيقول عن نفسه مسكين وفقير، ده مش لسان حالي أنا وحضرتك وكل الناس اللي بتتفرج دلوقتي. يمكن في واحد دلوقتي فاتح التلفزيون على غفلة، فأنا بقوله لو أنت حاسس نفسك مسكين وفقير ومزنوق في الفلوس ومش عارف تعمل إيه، يسوع قال، رب يسوع بيقول لك أنا مسكين وفقير. لو شايف نفسك عيان على سرير المرض، صحيح. المسيح واخد كل ده وطلع بيه الجبل. فالصوم ده هو فترة شركتنا، صحيح. مع الابن المجرب على الجبل من أجلنا.